السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. بنتابع سلسلة فيديوهات عمل ماسورة أسون على عمق 120 متر مع الحاج وائل الخولي. من يا بوصة دي؟ عمل ماسورة مياه 8 بوصة عمقها 130 أو 120 متر. حاج سيد بيعمل الشاي على الولاعة. نار يا حاج سيد، نار يا عمدة. حاج سيد بيعمل الرجالة شاي على الولاعة. لا ما صالح نوعاتها ابو محمد في حياتها للريف. كويس انه الصبح كده معاك موبايلك هشترك لك فيها. بتدرسها بالحرف كله. الحاج سيد يعتبر ابن عمي يا باشا. والله العظيم ما عامل ده استاذ محترم، اجدع ناس. حاج سيد بيجهز الشاي على الولعة. تسلم حاج سيد يا عمدة. ننزل دي بتطلع الطين من تحت. اسمها ايه؟ بلف. تنزيل بلف. بلف دي بيبدا يفتح ويطلع يطلعه لفوق وينزله ثم عن طريق المكنه ديك يقوم تطلع الطينه من تحت. هتطلع ضمن الماسوره. كل ما البلف يطلع وينزل بينزل الماسوره تحتها بيشيل الطينه من تحتها. حاجه وقت بقف عليها عشان يتقلها. من على البلف يتقلها. يفضل يرفع وينزل. كل ما يرفع وينزل البلف ينزل لتحت. خلاص بقى حاجة بص انا عم بصفر. نور حق صفوت. حق صفوت بيحرك مكانة ال تطلع البث وتنزل لك. يقوم الماسورة دي تنزل للآخر خالص. تشيل الطينة من تحتها من تحت. كل ما يشيل الماسورة بتنزل واحدة واحدة. المعلمين واقفين عليها عشان تتأهل الماسورة.
هم بير يعني داء مسؤول، هم اللي في نفس المعنى، معنى البير انت تنزل ده مسؤولة ودير المواطن. Ну, что-то обидно.